اليوم بدنا نسمع مع بعض حدوتة وياك يا حبيبي وياك. لما كان فريد الأطرش بفرنسا، كانت الدنيا برد وقاعد بمقهى فرنسي معروف، كل المجتمع المخملي الفرنسي موجود فيه، وكانوا عم يرقصوا على أغاني الأوركسترا. هو عم بيتأمله، وبعد ساعة سمع أغنية وياك يا حبيبي وياك، كتير انبسط وقعد يفكر كيف ألف هاي الغنية. ألفها بالقاهرة وبعز زحمة السير، وكان راكب سيارته. تم يسمع الغنية لحتى خلصت، غادر المقهى وقعد يمشي بشوارع فرنسا سارح، والمطر نازل عليه وما عم بيفكر، ما عم بيفكر غير كيف ممكن إنه الأغنية العربية تنطلق إلى العالمية. ومشهد المجتمع الفرنسي المخملي كيف عم بيرقص على غنيته ما فرق خياله أبدا. ولما وصل إلى الفندق طرقت بباله فكرة، دغري اتصل بصديقه الجزائري وطلب منه إنه يعرفه على الموسيقيين الفرنسيين. واتفق صديقه الجزائري مع فريد إنه يعرفه على فرانك بورسيل، وهو أكبر قادة أوركسترا بأوروبا كلها، وبيتألف فرقته من 150 عازف. وبالفعل تم اللقاء بين فرانك وبين فريد الأطرش، وفريد سمعوا أسطواناته وأغانيه وألحانه وأعجب فيهم كتير. وبعد فترة انطلقت أغاني فريد الأطرش إلى العالمية بواسطة أوركسترا فرانك بورسيل، يلي عزفت 4 أغاني ومنها لحن الخلود، حبيب العمر، ليلى، زمردة. وهلأ خلينا نروح مع بعض ونسمع جزء من أغنية